كنت بقابل حياتك تقولي لي ايه الفنانين المصريين بيكسروا الدنيا في اي مكان، اخبارنا ايه في مهرجان البحر الاحمر؟ لسه هنكسر هنكسر الدنيا ما تخافيش. بصي يعني لازم مش والله يعني تعصب ولا حاجه، اي مهرجان سينما في المنطقه العربيه بدون السينما المصريه لن يقام، لانه احنا قدام قوي في السينما وعندنا كم من الافلام وكم من النجوم، وكان ده لا يقلل من انهم هم دخلوا بيشتغلوا، بس احنا عشان طبعا الزمن وكده فاحنا لازم نبقى موجودين في المهرجانات. حضرتك دايما كنت بتهتمي بافلام اللي بتناقش قضايا المراه، انا شايفه السنه دي هم في اول دوره ليهم عندهم عدد كبير جدا من الافلام بتناقش قضايا المراه. هم حتى مكرمين هيفاء المنصور ويعني وليلى علوي ليلى علوي سينمائيه مش مراه بس كل حاجه، بس انا بتكلم على التخصص يعني. فطبعا مبروك لليلى علوي كلنا بنحبها وهي نجمه كبيره قوي، بس يعني انا بتكلم على انه التخصص للمراه، انه يعني انا اي بقول لهم اي ست بتطلع النهارده مخرجه انا ببقى سعيده، لانه انا عملت كارير ان يبقى فيه مخرجات ستات. ما كانش زمان حد بيفكر انك تقولي لواحده انت يعني نفسك تطلعي ايه تقول لهم مخرجه، صعبه قوي النهارده. لكن كمان شخصيتها قويه وبتزعق ولازم تبقى يعني دايما، وكان دايما يقولوا ما دام الناس شكلها حلو ما بتمثلتش ليه، ما تكملي التمثيل بما انك كان ليكي تجربه. هو الحلو ان انت يبقى عندك ده وده، تطلعي ده ساعه اللزوم وتطلعي ده ساعه اللزوم. مذيعه جامده قوي يا استاذه ايناس، يعني مذيعه دي ضيفه بس نورتينا يا حبيبتي.